شكون غادي يغلب؟ قلت عرفت علاش مضاربين على هاد لي كاتا؟ كيفاش ناخذهم؟ ولا ولا ماما كتقول لها ولا ولا ماشي ولا حبيهم. انا دابا واحد السلام عليكم اصدقائي، كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ كنتمنى تكونوا كاملين بخير وعلى خير وانتم في فوز جديد. اليوم رجعنا لكم فيديو جديد وفيديو ديال اليوم فلوغ. قبل ما نبداو هذا الفيديو ما تنساوش ديروا لايك وتابعونا في القناه باش يوصلكم اي جديد حنا كنديروا، وخليكم معنا اي حاجه درناها غادي نشاركوها معاكم. عرفتوا لا قرينا عن بعد يكون اسوأ زعما كنا دراسه عندي، حتى كنت في الرابع قرينا النص ديالو عن بعد، ولكن كان هذاك النص ماشي البدايه. يلا غادي ندخلوكم نكونوا فرحانين كنبغيو نقراو عن حضوري. ها لا تحاولي معايا باغا نقول نسيت على كل شيء. انا باغا نقرا حضوري وانتم قولوا لي واش باغين عن بعد ولا حضوري. مرام لي باغا تقرا عن بعد؟ لا انا باغا عن قرب. وانا شحال لي باغا تقراي عن بعد؟ ماما قالت لك عن قرب. مرام عن قرب وحضور شمن عن قرب؟ هي هذيك المهم كتكون زعما راها قريبه راه في المدرسه. فين باغا تقراي؟ ماما حضوري. ماما حضوري تقراي؟ انا باغا نقرا في المدرسه. ماما دابا اللي داروا ماما دابا راه دايرين تصحيح. هنا مدرسه غتقراي انا جلاب؟ نقرا في الرابط. شو سميت المدرسه اللي غتدخلي ليها؟ نقولها ان شاء الله. الى كتاب شو سميتها؟ سميتها الاقصى. لا الروض ديال البودور. حيت انت باقا غتقراي في الروض؟ غتقراي في هذاك الروض؟ قاسمي مام كانت قدي. حيت مارم فاش قرات في هذاك الروض بودور قراوها مزيان، قرات مزيان عندهم التمهيدي الاول والثاني عاد دخلت الاقصى. وسبعيد عرفتي مارم هاد الثالث هذا عرفتي يكون عندها صعيب. عرفتوا علاش؟ لحقاش هي في الثاني ما كانش عندها لونغلي والاعراب. دابا ملي تدخل الثالث يكون عندنا يكون عندها لونغلي والاعراب. عرفتوا الاعراب؟ وغادي يكون عندها مارام غتلقى مشكل هذا العام هذا، خصها تجتهد مزيان. الصف والتحويل والتراكيب كاع ما داروا لا في الثاني داروا لا غير املاء. اصدقائي ما غتعرف منين غتبدا مسكينه. قيسي فيا مارام. اصدقائي ماما هذاك اللي كل ما حافظه يا عاد تدخل باش تعرفوا. يا راه ما عارفه يلا غتدخل غتبدا تعلم شويه بشويه حتى غيدخل ليها الراس. انا عرفت ياك ماما عارفه فعل فعل والفاعل والمفعول به نذكر نائب الفاعل. راه ما حافظه نسيت عليه انا. اذا انت براسك خصكي تعاودي تراجعيهم. مش دور الطرف شعلت لي من السيده ما حافظش. شنو ما حافظاش؟ واحد في واحد وراه خصكي تحفظي خصكي تعلمي. خمسة في خمسة وليدي انا. واحد في واحد واحد. واحد في جوج جوج. عندي لها هذه الواحد. يلا جوج في واحد ثلاثة. ويلي ورا قلت لها واحد في جوج هي جوج ورا ما عرفاش مسكينة باقا صغيرة. هي جوج عادي عادي شنو مرام؟ شنو هي مرام؟ اش كتبغي نقول؟ عرفتي دابا حنايا فين غاديين؟ كل ما نغادي غادي المكتبة شنو نديرو؟ باش ناخدو الكارطابل من نجلاء غادي نشحفوها تنشحفوها غادي نعطيوها ليها. حتى صبقاتي ما كيعطى نعطيوها ليها حنايا. خليكم معنا. اش شكون عايز؟ هاد المكتبة هادي اللي بغا يجي ليها، هاد المكتبة هادي فيها كاع الكتب كاع المطابع اللي بغيتو غادي تلقاوها عندها. غادي نخلي لكم الرقم ديال الهاتف في صندوق الوصف باش تواصلوا معاه. وهاد المكتبة سميتها مكتبة مركز المدينة، كاينة في حي الرحمة. مرحبا بكم.
انا غادي ناخذ غادي ناخذ غير لي كارطابل ولا فوس لحقاش ما عندناش الورقه ديال المدرسه ديالنا حتى الغدا عاد غادي نمشيو نجيبوها وخليكم معنا. مرحبا بكم عندنا مكتبة مركز المدينة بسالة. خاصكم شي حاجة مرحبا. جميع المطابع المخررات موجودة عندنا تقريبا، كلشي متوفر، خدمة سريعة، مطابع جديدة 2021. خاصكم شي حاجة مرحبا. ستي بابا زوينه ياك. كي جاتك انا جلاء كي جاتك؟ اجيو لهنا، اجيو لبيتكم، اجيو لبيتكم ديالك، اجيو لبيتكم. وازيك شوف ري البيت ما راه مازالت كنا جلاء ديالك. يلا هاجيو لبي حطيله ديالها حطي جيبيهم سري جيبي ديالك واجي شعلي الضو. كاين تما كاين الظلام واحد البوله تحرقت ما بقى باين والو. يلا جلس كي جاو. ها هي ديال نجلة انا نوريها لكم. ها هي ديال نجلة يلا وشاكيه معاهم وريا الازياء هذه بها غتقرا نجلاء. لا وصافي هما شراوك وقلتي غتشريك ولا شريك باباك حتى انت. انا عجبتني واحد لا حتى طباعه حتى انا. سمعتي يا نجلاء انت راه ما غتشري صافي راه هذه غتقراي بها. شوف انا لا تخصني خديت خديتها بحال الكولور هذا اللي كاين هنا هو نجلاء. زيدياتك زيدياتك انت هاد لا لا توصل. شوفي انا نجلاء شوف شي ديال ماما ها زوينه بعدا ما كتبانش قالك بعدا زوينه. دابا مرام دابا نجلاء غتقرا بهاديه كوريها لي مشدي. لا نبدلها يوك كنتي غتشي كره هشريها لك بابك. بابا قال لي لا بابا قال لي تقرا بهادي. انت شريتي شي محفظه غير هضري علاش نحبسو غير هاد الاصدقاء ديالك. اصدقاء ديالك حشومه تقولي لي حبسي عليهم وانت باغا تهضري. غير هضري غير بصح حط غير ندويت عندك ايه حط ديالي في بواقه وفي طباعه وفي ستيلو زرق. مالك يا نجلاء مالك قالت او ماي جاد ويطيح الادوات. دابا هضري معايا صاحبتي هضري معايا. دابا هاد المحفظه كون كان باباك غيشري لك كون شراك انت مع ميساء ومع مرام. دابا هو ما غاديش يشري لك انت. حيدي لا حيدي لا هانتوما خدايا يديها. شوف نجلاء وريهم المحفظه ديالتك هانتوما صافي اخليهم اخليهم. المهم هادي هي المحفظه ديال شتي مرام. هادي هي المحفظه ديال مرام زوينه الشكل ديالها. هادي المحفظه ديال ميساء. هادي لاطخوز ديال مرام. هادي هي لاطخوز ديال ميساء وما ونجلاء هو كيوريو ديال نجلاء. نفس اللون ديال وحده ديال لا ما شريش وحده. شوفي هذه دايره بحال ليزار بحال ليزار وبحال المخده. شوفي لا ماشي مقلب ريحه بابا قال لي ما عنديش الفلوس. انت كتضربي ماما شوفي حيت انت كتقري غير في الروض ماشي مشكل. واو ماشي مشكل بنيتي تنطلع وجلسي جلسي تنطلع. دابا ماشي مشكل صافي تقراي بهذه ها صافي تقراي بهذيك. واو
سمسم ماشي مشكلة نجلاء تكرضة بنيتي مليك واحدة بس مع أصدقائي سمسم والله يلا قبلت قلت لك أي ماما هيا شوفوا ما ديالك شكاسك هاي شكرا اللي اختارينا لي كي جاتك نجلاء المفاجأة عجباتك كي جاتك المفاجأة شو مسكينة ما قالت والو قلت لبابا كرا ما عندوش فلوس قالت لي يا صاف بغينا اخدينا انا نفس اللي عندها في لاتخوص باش وفين هي لاتخوص وريهم لاتخوص ديالك شي راه بحالها نسلم ناخدينا واحدة اخرى ديال الميراكولينس ولكن بدلناها دابا قولي يا نجلاء وجلسي جلسي نجلاء جلسي ليا حيدي ديك حيدي ديك موراك ميساء ستيلو ديالنا واو شتي ما نسيناكش نجلاء ياك نجلاء ها شنو غتقولي لباباك شكرا وزي زي المحفظه ديالك فوق الزي ولا الاصدقاء ديالك هيا دور يا اللي هنايا نشوف اخلاقوس زوينه المحفظه ديال نجلاء جوج هنايا فاته هنا الناس تخبينا الكوتي وداك الشيء غادي نسد على تحب لي ما عندهاش سلسله ثانيه اما هي فيها اصلا غير واحد علاش انا حمقى نجلاء نخلي بنتي بلا محفظه وغتدخلي للمدرسه هما يشراو المحفظات وانت هي لا راه انت الاولى اللي شريت ليك يلا سيري نشوف دوري عندي دوري ظهرك هاي 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 على نجلاء لاسك زوينه نجلاء اي لايك انا يا تلبسها غتلبسيها اصدقائي فرحاني دابا ما غينعسوش في الفرحه شحال كيكونوا الدراري صغار فرحانين بالدخول للمدرسه والمحفظات والكتوبه دوري نشوف دوري نجلاء لا ماشي كبيرات مقصيرة الصماط ترى عندك فيها دوري نشوف عندك فيها الجيوبه بزاف ها واحد ها جوج ثلاثة ثلاثة ما ندخل فيه كارتون غير باش تبقى منفوخة مزيان يلا سديها ما اصدقائي بغيتني نوريها لهم عندي فيها السنسلة هنايا هاد الصغيرة حط فيها الكوتي شنكون بدا نقراو حضوري عندي هاد السنسلة الثانية فيها الثانية هادي صافي حيدو هاد الكراتون دوك حيدو مرم حيدي الكرتون ايه وفيها هاد الجيب هادا ديما كنبغي فيها واحد هنايا زوج وعاد هذا مزيان اوكي هنايا بتاني سلسلة اخرى كاع شفتها هذيك فاسك هذه سرية هذه مخفية لحقاش دايرينها من ورا غليظة من هنا المهم عندك واحد جوج داخل وعاد هنا صافي هذه الستيل ديالنا اول مرة ناخذ حلقة الستيل هذا مو لحقاش انا مولفة لحقاش انا مولفة كناخذ هذه هذه ديال ميساء كانت هذه وباقا جديدة وعطاتها النجلة مولفة انا كناخد بحال هكا غير هي مغيرة غير الرسمة اللي هنايا اما دابا خديتها مغيرة فيها جوج سنات مزيان لحقاش هادي اللون ديالها جا مع هادي تهادي فيها الموب وهادي فيها الموب اللي قابط نوريكم رسماتي لحقاش سيت قبيل كما وريتها ليكم ها هي قالوا لي عيبي هاد انا عيبت هاد لونتي ماشي صوتي دابا هي باش كدير شي حاجة شي حد دايرها وكتقلدها كتقول لك عيبتو عيبتها ولا ماشي رسمتيها دابا هذه لونتي هذاك اللون هما قالوا لي لونت قال لك لونيها اه لونها بحال هذه مزيان برافو نجلاء صفقوا على نجلاء برافو ها ماركي ملونه هاك هذا لونت ولون خرجي على الاطار هنايا كاع كيقولوا لي انا عاد عمرتي تنعاود ناخذ لك واحد اخر وتعلمي فيه صافي اه داك انا دقاي عرفت شنو اكتشفت في هذا الستيلو هذا آه ما كنتش انا عارفه عبد الصمد اللي وراها لي بعدا كنت عارفه فيه غير هذه الطباعه هذه وعارفه فيه غير البواقه والستيلو ما كنتش عارفه فيه طباعه ثانيه آه. انا غدا نوريكم غدا نطبع لكم هنايا في هذه الورقه آه تشوفي نجلاء هنايا
شو دوري؟ طبعات طبعات وجهك هنشوف كيتحيد كيتحيد دوري نشوف غير دور وتسنى ندير ليا هنشوف حلي لا بغيت ندير لكم بواقع ندير لهم سلسلة انا ندير لكم حتى انا ديالي غادي نبدلها واو بزاف عندي لخصن عمر خاوي بابا تخشى تيجبل واو السيلو هذا شحال فيه من حاجه نتمنى الفيديو ديال اليوم يكون نال الاعجاب ديالكم ما تنساوش ولا عندي تنقول بس ابوناو في القناه باش يوصلكم اي جديد حنا كنديروه وبسلامه